بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنلخص بسرعه اول محاضره من كورس سي اف ام. طبعا سي اف ام سيرتيفايد فاسيلتي مانجر، اقوى شهاده في الفاسيلتي مانجمنت من جمعيه اي اف ما في امريكا. وكنا قبل كده اتكلمنا على محاضره فيها مقدمه عن الكورس، قلنا بنناقش في السي اف ام 11 كومبتنس اريا. طبعا اول كومبتنس اريا بتهتم بالناس people أو occupants أو guest أو patients. طبعا حسب الفاسيلتي اللي شغال فيها، سواء hospital أو residential building أو commercial office buildings أو warehouse manufacturing facility. فطبعا ال occupants هم أهم حاجة، إنك تعرف ال service أو ال basic needs اللي محتاجينها، وال social needs وال self esteem وال self actualization، توفر لهم environment داخل المكان مناسبة لبيئة العمل أو بيئة السكن. طبعا قلنا احنا النهاردة طبعا أخدنا أول محاضرة occupancy human factor. طبعا كل محاضرة تبقى تقريبا من ساعتين لثلاثة، توتال الكورس كله من 30 لـ40 ساعة زي ما اتفقنا. طبعا النهاردة أول محاضرة بنلخصها، وهي عبارة عن 3 main parts. طبعا يجي منهم 14 سؤال في الامتحان. أول part workplace environment بيجي عليه 5 أسئلة، تاني part occupant services بيجي عليه 4 أسئلة، وتالت part occupant health safety and security بيجي عليه 5 أسئلة في الامتحان. وقلنا المحاضرة دي ال objective منها أو الغرض منها إنها بتديك overview عن ال facility physical environments واحتياجات الناس المختلفة، إزاي تعمل تشينج مانجمنت داخل المكان عشان تحسن من الاوكيبنت برودكتيفيتي وكرياتيفيتي والهيلث والسيفتي والسكيورتي والبيزك نيدز. طبعا لما تخلص المحاضره دي هيكون عندك القدره انك تعرف الفرق بين الفسيولوجيكال والسايكولوجيكال نيدز، وتعرف الاندور انفيرمنتال كواليتيز الفايف فاكتورز اللي هم الاندور اير كواليتي والثيرمال كومفورتس واللايت كواليتي والاكوستيك كواليتي والكلينينج او الاودرز، وتعرف الاستراتيجيات المختلفه اللي بتحسن بيها البيبل هيلث وسيفتي وسكيورتي، وازاي تاثر داخل المكان على الكالتشرز بتاعت الاوكيبنتس او البيبل وتاثر وتعمل تشينج مانجمنت. طبعا خدنا اول حاجه الهيراركي نيدز بتاع ماسلو. قلنا اللي عندك اول حاجه فيسيولوجيكال نيد. طبعا فيسيولوجيكال نيدز غير السايكولوجيكال نيدز. قلنا فيسيولوجيكال نيدز زي الفيزيكال زي الفود والووتر وورم اكل وشرب ونوم وراحه، وبعدين السيفتي والسكيورتي نيدز، وبعدين السوشيال نيدز زي اللاف نيدز، وبعد كده السيلف استيم والسيلف اكتشواليزيشن. طبعا قلنا السيلف استيم بتبقى اكتر عباره عن تقدير الناس ليك، وبعدين السيلف اكشواليزيشن تقديرك لنفسك والوصول لاعلى منصب او اعلى تقدير لنفسك. وقلنا الاندور انفايرمنتال كواليتي او الاي كيو هم عباره عن 5 بارت زي ما قلنا هنا: الثيرمال كواليتي، لايتنج كواليتي، ساوند او الاكوستيك كواليتي، والاودر كواليتي او كليننج، والاندور اير كواليتي. وقلنا الاندور سوري الثيرمال كومفورت هم 6 مين فاكتورز حسب اشي ستاندرد 55. هي الاير تمبريتشر داخل المكان او الدراي بلب تمبريتشر او روم تمبريتشر، وبعدين المين ريديان تمبريتشر، وبعدين الريلاتيف هيوميديتي والميتابوليك ريتس والكلوزنج انسوليشن والاير فيلوسيتي. وقلنا طبعا عن المين فاكتورز اللي بتعمل لك بور اندور اير كويس داخل المكان، وبعض الاستراتيجيات المهمة جدا اللي بتحل بيها البور اندور اير كواليتي. وخدنا الساوند او الاكوستيك كواليتي، وبعض الاستراتيجيات اللي بتمنع بيها النويز داخل المكان او الديستراكشن اللي بيأثر على انتاجية العمل. وان اهم حاجة هي الساوند ماسكينج اللي بتعمل بيها وايت نويز، هي عبارة عن تكنولوجي تستخدم فيها اكويبمنت او سيستم بيعمل لك ساوند بفريكوانسي معين عشان يلغي الاصوات التانيه. وطبعا بتطبق دايما في الاوبن سبيس اوفيسز.
إنك بتعمل صوت معين يلغي الأصوات التانية عشان تحس براحة داخل المكان من ناحية الصوت. وخدنا برضو هنا اللايت ريفلكشن وجليش بيأثروا إزاي على الإنسان أو الأوكيبانس، وخدنا النويز ليفل تشارت حسب نوعية الأوكيبانسي من 0 ديسيبل لحد 140 ديسيبل، وخدنا كريس ليفل حسب الـ ABPA ستاندرد. بعدين خدنا Occupant Health Safety Security، وخدنا الـ Difference between الـ Stress والـ Ergonomics والـ Health Maintenance، وخدنا الاستراتيجيات اللي بنحسن بيها الـ Stress والـ Ergonomic داخل المكان وإزاي بن maintain الـ Health بتاع الـ Occupants. طبعا قلنا الفرق بين الـ Stress والـ Ergonomics. Ergonomics هي حاجة مهمة جدا بتيجي عن طريق الـ Design والـ Selection الـ Equipment نفسها اللي بيستخدمها الموظف أو الساكن في الفندق والساكن في السكن او الاوفيس. زي مثلا هنا عندك دي ارجونومكس على الشمال خالص، زي مثلا استخدام خاطئ للماوس او القعده غلط عشان اتعملت ديزاين او سيليكشن غلط للكرسي او المكتب او الورك بليس. خدنا الهيلث مينتنس عن طريق اختيار الاكل الصحي او كانتين داخل الفاسيلتي نفسه. خدنا الاستريس ونسب مختلفه حسب تاثيرها على العامل او الموظف او الساكن داخل الفاسيلتي، هي أكتر حاجة بتعمل ستريس. وخدنا الفرق بين النولج بيزد ايكونومي والديفيشنسي بيزد ايكونومي، وخدنا السستينبل طبعا ديفلوبمنت بالنسبة للسمول فوت برينت أو السمول أوفيس أريا، إنك تستخدم أماكن صغيرة في المكاتب توفر مساحة عشان تخلي الناس دايما فيها انتراكشن أكتر. بس طبعا ليها عيوب، إنك تعمل ديستراكشن مثلا يكون في نويز كبير في المكان. وبعدين خدنا آخر حاجة خدنا قبل الأخير، خدنا الفرق بين السيفتي والسيكيورتي كبعض بيزك نيدز حسب طبعا هيراركي اوف نيدز الماسلو. خدنا في السيكيورتي الفرق بين الماستر كي والكيد الايك، قلنا الماستر كي هو عبارة عن كي بيفتح جميع اللوكس، بس كل لوك ليه برضه كي ممكن يفتحه، لكن الكيد الايك هو واحد كي بيفتح أي لوك. قلنا طبعا دايما السيفتي فيرست، طبعا مسؤولية الأونر الرئيسية حسب أوش ستاندرد. وبعدين خدنا آخر حاجة التشينج مانجمنت، قلنا التشينج دايما بيبقى صعب ولازم الليدر يبين أهمية التشينج للناس، ليه عايزين نغير والبنفيت من التغيير، ويسمع لآراء الناس especially الإكسبيرت منهم، ما يجنورش خالص، ما يهملش آراء الناس وشعورهم بالمكان، لأن طبعا التغيير صعب على الناس بسبب إنه عندهم دايما عاطفة للمكان نفسه ومتعودين على البروسيس وخايفين من الفشل. فلازم الليدر يكون عنده وعي بالحاجات دي وما يعملش دايما اوفر بروميسنج، ما يسألش أسئلة مفتوحة عشان ممكن الأوكيبانت نفسه يطلب حاجات كتير هو ما يقدرش عليها حسب الفاسيليتي أو الأورجانيزيشن مانجمنت وقدرتهم على تلبية الطلبات. فدايما يسأل فيها كلوز ذا كويشن لو عايز يعمل شينج مانجمنت علشان ما يفتحش الباب لأكتر من إمكانيات الشركة أو المنظمة. ودي كانت أول محاضرة، وخدنا أسئلة للامتحان الخاصة بيها. طبعا كان معتاد لو حد عنده أي سؤال أو استفسار بالنسبة للمحاضرة دي يسألنا طبعا. وشكرا لكم جدا، السلام عليكم ورحمة الله.